دوك في احتجاجيه في تيز دوتين يعني من الاتحاد المغربي للشغل، واستدعونا الاخوان الفلاحه اللي كنمثلوهم بالنقابه، وجينا للبلاصه ديال المخر ديال الجامعه، ودخلوا الاخوان ديال الساكنه تعرضوا لدوك الاعضاء، ما دخلوش المقر ديال الجامعه، وجاو السيد العميل، استقبلهم السيد العميل، المهم هضر معاهم، ولكن حنا ما حاضرينش واش قال لهم السيد العميل، ولكن السيد العميل دخلنا عنده بالامين العام الجهوي الاتحاد العام الاتحاد المغربي للشغل، وكحنا اعضاء ديال المكتب ديال تيز دوتين، وعطينا وعود السيد العميل، زعما وعود ماشي وعود كاذبه، وعود اليوم رمضان كذا، قال لك انا غير خليوا لي الدوره ما تدوز، وانا غادي نتكلف ونعيد حتى على المستثمر اللي غادي يستثمر في هذه المنطقه، والاخوان ديال بعد المجلس والساكنه كذا، ونشوفوا الحل ديال هذا الشيء ويكون الخير ان شاء الله. هذا الشيء اللي قالنا السيد العميل وصافي.